تاني خطوة عشان تكون جزائري هو انك تضرب بيتزا مربعة. انا سميتها بيتزا مربعة، بيتزا كاريه كارو. يعني كده بقيت جزائري 100%. هذه احسن بيتزا في العالم. لازم تجي الجزائر تسجل دخولك. تسجيل دخول. الراجل بيشتغل كام ساعة بس، ما بيشتغلش اليوم كله، أول ما بيخلص بيقفل وخلاص. سعرها 15 سنت دولار، سنت يعني ببلاش. مرحبا بكم في الجزائر.